قَرْنٌ انَمَا 6163 امَال جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا النَّارَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أله مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أله مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر وبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته